بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم الجريد في برنامج الارشيكاد. باجي من مور واقول له انا عايز الجريد اليمنت، بدوس هنا وابدا ارسم عادي. تمام، ممكن اقول له انا هبدا هنا من الايه، هياخد الترتيب اللي هو اي بي سي. ممكن اقول له انا هبداها ارقام، عايزها ارقام، ابدا من رقم واحد زي ما انا عايز. تمام، وممكن تدوس شيفت لو انت عايزه يلتزم بالرأسي او بالافقي مثلا بالشكل دوت اهوت. وممكن اقول له انا عايزك لما تيجي ترسم لي جريد تحط لي حرف قبليه مثلا، او تكتب كلمه قبليها او كلمه بعديها زي ما انت عايز، بريفكس وسرفكس. الستايل بتاعي ببدأ تشوف الستايل، يعني مثلا عايز انت الستايل دوت. تمام، بدأ ياخد الستايل دوت، فاللي بعديه هياخد نفس الستايل. تمام، اهي الواي وبياخد الحرفين هنا. ممكن تكون انت عايز ترسم دايمنشن على شكل مثلا قوس، تحدد نقطة المركز وتبدأ تحدد القطر بتاعك وهتبتدي منين لفين. يعني حددت مثلا هنا، تقول مثلا عايزه من هنا لهنا. تمام، طيب هنا كانت مقبولة شوية، انما هنا انا عايز مثلا الخط للخط ده يستمر معايا. هعمل ايه؟ هعمل سيلكت عليه وادخل في الخصائص بتاعته، بيقول لي انت عايز شكله عامل ازاي. ببص انا في الخصائص بلاقي ايه ديت، يبقى هيبان لي السيركل هنا والخط نفسه مش هيبان خالص، او بيبان حاجة خفيفة خالص. هنا بيبان جزء من الخط، وانا بحدد من هنا اقول له مثلا الخط ده متر من فوق ومتر من تحت زي ما انا عايز. هنا بيبان كل الخط. تمام، طيب بعد كده انت عايز الخط يبقى عامل شكله ازاي. هل انت عايزه مثلا مقطع، عايزه منقط، مخطط، اي حاجه انت عايزها. هنا انت عايز تظهر في كل ادوار، ولا في ادوار وادوار، ولا في الدور اللي فوقيه، ولا في الدور التحتيه. هنا بقول له انا عايز التخانه بتاعت الخط قد ايه، واللون بتاعي ايه. يعني ممكن تكون انت مثلا عايز اللون ده مثلا، مفيش مشكله اختار اللون اللي انت عايزه. تمام، هنا عايزه يظهر من ناحيه واحده ولا من ناحيتين، تبدأ برضه تختار. ممكن تكون انت عايزها تظهر من ناحية واحدة. تمام، هنا ده شكله في السكشن، يعني انت عايزه يبان ازاي في السكشن. دي الاعداد بتاعت الفلور بلان، ودي الاعداد بتاع السكشن او الاليفيشن. تمام، خلينا نشوف. اوكي، الخط كامل معايا، والسيركل الاولانيه ظهرت والسيركل التانية ما ظهرتش. ممكن وانا بختار الجريد اليمنت اقول له دي الرولز بتاعتي، انا هشتغل برولز كذا. انا عايز الدايمنشن اللي هيترسم دلوقتي يبقى اسمه كذا، وتدي له اسم مخصص مثلا، اي اسم. ماشي، او انا عايز اشتغل بالقاعده الفلانيه، وتبدا تدي له القاعده اللي اشتغل بيها. الماركر بتاعك دي عايزها الفونت ايه، الارتفاع بتاع الفونت، هل عايزه بولد، عايزه مايل، عايزه كذا. تمام، 3 دي فيو، هل انت عايز الجريد يبان معاك في 3 دي. الخاصية دي جميلة جدا جدا جدا، في بعض البرامج مثلا ما كانش فيها الخاصية ديت، كنا بنتعب ونقعد نلف حوالين نفسنا عشان نظهرها، لأنها مهمة. إن أنت وأنت في 3 دي شفت حاجة غلط فعايز تبعت تقول له خلي بالك ده في الإكس مع كذا، في هنا نقطة العمود ده مثلا فيه مشكلة، العمود ده مثلا المقاول سرق منه حاجات كتيرة، فخلي بالك مش حاطط فيه حديد. تمام، فدي بتبقى مهمة. يعني فكرة زي فكرة الشطرنج كده، لما كنا بنقول له لو انت بتلعبوا انتوا الاتنين على بعد اونلاين مش شايفين بعض، كن زمان يعني كنت تقول له مثلا ده الحصان في ايه اربعة، فهو يبص على القطعة فيعرف الحصان موجود في انهي حتة، او تقول له انا حركته من ايه اربعة لرقم كذا. تمام، خلي بالك الاعدادات اللي موجودة هنا دي اعدادات قياسية، فمحدش يغيرها غير لسبب، يكون مثلا في حاجة معينة فاضطر ان هو يغير فيها، حاسس ان تخانة اللون مثلا مش مبينة الشغل، فيضطر ان هو يخفف في الجريد عشان الشغل بتاعه يبان. فتغير لسبب، يعني ما حدش بيقولك ما تغيرش، بس تغير لسبب، مش تغير لمجرد ان انت تغير او عايز تحط الطش بتاعك. تمام، فبتقول له اوكي وتبدأ ترسم زي ما انت عايز. تختار، ممكن تختار مثلا ديت. تمام، تحدد اول نقطة وتاني نقطة، وبعد كده تحدد النقطة التالتة اهو بالشكل دوت. تمام، فموضوع الجريد سهل وبسيط ومفيش أي مشكلة خالص إن شاء الله.